موج يتصافح مع صخورها ناقلاً عبقاً من الماضي الذي امتثل بأصالته أعماق البحار وشموخ الجبال. خيرات أمن الله بها على عباده لتصبح مصدراً للرزق ودواعي استمرار الحياة. احنا الآن في منطقة اللؤلؤية من خور فكان، فالمنطقة هذه كانت باسمها المحادق، لأنها محادق جمع، فكنا نحدق في المكان هذا الأسماك وخيرات فيها كثيرة. فالجبل هذا يسموه جبل المحادق. فوق الجبل طريق يسموه طريق البيادير، العمال يعني الفقراء، لأن ما لهم دخل يطوفوا من الطريق هذا، لأن اللؤلؤية فيها طريقين، طريق هو السالك يدفع عليه مبلغ، والمبلغ كان يعني زهيد، يمكن 5 فلس أو ربع درهم، كان زمن قديم. فالمساكين العمال لما يخلص من شغله يبقى يروح مكان يعني ثاني ينتقل، يطوف بالطريق هاي يسموه طريق البيادير. فهذا الجبل يسموه جبل الدورة، دائر يعني من البحر لين صك العقبة الأخيرة، هذا يسموه جبل الدورة. جبل الدورة كان فيه سور كبير ما يقدر يطلع فيه، فسموا البيادير هذا، شقوا لهم طريق منه عشان ما عندهم مبلغ. والطريق اللي سالك للناس يعني الحمد لله أثرياء والغني الله سبحانه وتعالى، فسلم 5 فلس. من بعد الجبل اللي سلموا فيه مبلغ في حصن، طبعا في حارس هو يستلم المبلغ وحراسة ليل ونهار، هذا حاطته الحكومة. فمن بعد الجبل يسموه جبل اللي هو جبل شقير، ما شقير، الحدادية. هذا الحدادية كان في نبع ماء ينزل قيل وشتى، كان الماء الحمد لله ما متوقف يعني فضل من الله. هذا جبل الحدادية يسقي المارة، ومن تحت جبل الحدادية فيه حوض كبير من يص، لما تنزل الأمطار الحوض هذا من يص ينترس يمتلي ماء كثير، فالناس تستفاد منه، للحراس للحارس الموجود وللمارة اللي طلعوا على الطريق يعني يستفادوا منه والحمد لله. من بعد الحدادية يسموه جبل العوين، أكبر جبل عندنا أطول جبل، فيضربوا مثل فيه قال ما تقدر لو توصل لجبل العوين، فجبل العوين كان جبل طويل جدا. من تحت جبل العوين يسموه شعبة الصرمة، شعبة الصرمة ها فيه صرمة وكان نبع ماي بعد شغال ليل ونهار، فالحمد لله في خيرات كثيرة يعني، حتى الحيوانات المفترسة والحيوانات اللي هي الغزلان كان موجودة بكل مكان في الجبل هذا، وفيها الخيرات من أشجار للراعي الأغنام، وأشجار فيها أدوية كثيرة متعددة يعني ما أقدر أعددها كثير، مثل ما تقول فيها اليعدة، فيها الصخبر، فيها الحنظلان، هذه كلها أدوية. ثانيا من بعد شعبة الصرمة يسموها الحراي وراء الشعبة هذه، فننزل من الحراي اني وين المنكب، هذا المنكب نهاية الجبل، في طريق يروح وين للحراي، الحراي يطلع على وادي المنخرق وهو رايح على الوديان، يطلع على وادي الوريعة، فوادي الوريعة طبعا هذا وادي عظيم في الماء النبع الكبير يعني نبع، فالحمد لله في خيرات كثيرة من جميع الأشجار، حتى العالم كلها تروح تحتطب اللي بحشيش الحيوانات، يعني نعمة كانت إن جيت للبر وإن جيت للبحر كلها نعام من الله سبحانه وتعالى. فالجبل مثل ما قلت لك هاي يسموه جبل الدورة كامل من بداية البحر لنهاية العقبة اللي هو نهاية الطريق اللي فيه دفع مبالغ. فنخلص من الجبل ننزل للبحر، ففي طريق هنا يسموه طريق القفل لشيمة، هذا لشيمة قليل يعني يقدر يطوف،
صعب، لان الواحد ما عنده فكره يطيح داخل البحر، لكن اللي عنده فكره لا عادي. من الطريق هذا في حصاي يسموها حصاي المتكتله اللي هي الكبيره هذه، احنا هنا يوم كان صار نحدق عليها النيسر ابو كعب صال، كل السمكه موجوده على البحر هاي، كان البحر كله فشت، فلما صار الدفن تغير البحر وصار الحمد لله نزهه للسياح، للقعده، للناس ترتاح عليه، يعني نعمه صارت، وهذا كله فضل من الله، ثم فضل الحكومه اللي رتبت لنا الامور، والحمد لله الله يطول عمر الشيخ ما مقصر، كلها مسهل لنا الامور واحنا بنعمه وسهاله. منظر يتحدث عن واقعه، فخلف تلك الطبيعة الآسرة حقيقة الله التي عجز الخلق عن صنع مثلها، لتبقى صورتها راسخة كالرواسي في نفوسنا. هذا اللي يبالك تشوفوها كلها خضرة، الحمد لله أول كانت خضرة، والحين الحمد لله الله روانا بالمطر السنة وخضرت، فيها الحماض اللي ناكله، فيها الأرق، هذا شجر الأرق، هذا كنا نسوم خاد ودواشك، ما عدنا يعني أول قطن ما قطن، نسوي الأرق، الأرق نحشين يبسه، نحشين نسوم خاد ونسوي دوشك، نسوي تكي حق القعدة، هذا الأرق. الحماض طبعا ينتكل، الحين يزرعوا، لكن الزرع الله سبحانه وتعالى غير فرق عن المزرع مال الجبل عن المزارع، يفرق كثير يعني. فهذا القصة الجبل هذا اللي دائرة من البحر يسموه جبل الدورة، لين جبل العوين، لين الحراي، لين المنكب، شقير، منطقة اسمها شقير بعد. هذه كلها منطقة دائرية باليبل اللي دائرة. فسموها اللؤلؤية، كان يعني يتلألأ فيها الخير. خيرات كثيرة من المزارع، النخيل، المانجو، الليمون، مزارع كثيرة جدا، وأنا بروحي يعني حاضر على الشيء هذا وشاهد، ما أسمع، أنا بروحي عامل في المنطقة هذه، وأنا ابن المنطقة وفاهم شو زراعتها وعارف وين الناس تروح وين تمر. البيادير يمروا بطريق لهم خاص بلاش فري، واللي عنده ثرى وما يبي يتعب نفسه طبعا، مثل ما يسمون الثري عنده يعني الحمد لله خير، والفقير يعني يطوف مسكين على حاله. وهذا سموها البلاد اللؤلؤية، منطقتها من هذا الجبل حايط ورا الجبل هذا خورفكان اسمها نديفي، من بعد الجبل هذا فيها منطقة اسمها زبارة، من بعد الزبارة منطقة اسمها حصي، وكلها تابعة للشارجة هاي، من بعد حصي عادتي منطقة البدية تابعة لمنطقة الفجيرة. فالحمد لله كلنا فيها احنا اهل واخوان من دبل ينصاك اخر الدنيا، وهو هي ابو ظبي، كلنا اهل واخوان الحمد لله على نعمه وخير، وطول عمر الحكومه ما مقصره فينا. حديث يعجز الوصف عن تكوين صورته، فالمنظر هنا زاد عمقاً في المعنى ليصبح الواقع فارضاً لنفسه بتكوين مشير إلى خلق الله. Thank you.
بين تلك الرواسي قصص توارت لتبقى ذاكرتها راسخة كالجبال التي احتضنتها طوال السنين. هي دليل المسافر ومأوى يمد الناس بالأمن والأمان، أرض تتلألأ على شواطئها الخيرات، فكل شيء هنا يشير إلى نبض الحياة. كان للسفارة طبعاً اللي هي من البصرة، اللي هي من الساحل، اللي هي من يعني المنطقة الغربية هذه، يطوف المنطقة هذه إنيشن اليبل. اليبل كان جزيرة هني، جزيرة خورفكان، فكان لها فكين، الجبل اللي هو هذا اللي عندنا احنا قاعدين فيه، والجبل اللي عند الجزيرة هذا الفك اللي يدخل فيه السفن، فالبندر يسموه منطقة البندر. يزودوا السفن، كيف يعرف البندر؟ علاماته اليبال نيشان، قال الجبل الفلاني هو نيشان هالمنطقة خورفكان، الجبل الثاني منطقة البدية في جزيرة البدية، من هي جزيرة البدية قال خلاص خورفكان قدامكم. يطلع من خورفكان وين يروح؟ على عدن، على أفريقيا، لكن لازم يمر خورفكان لأن نقطة التزويد هي خورفكان. من أفريقيا للهند لين البصرة هذه منطقة ما حيقدر يستغنى عنها، رايح يمر وبرو وياي يمر. نفس شيء البترول، خدمات يعني موجودة، كل حاجة تبغاها موجودة، انيت الديزل موجود، البترول موجود، التمور موجودة، الأغراض موجودة، السفن تزود في الماي، الحمد لله نعمة، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى، ونعم الله أعطنا حكومة رشيدة طيبة تحب أهلها وأبنائها، وهذه نعمة الحمد لله، وانتم تشوفوا النعمة اللي فيها احنا، احمد الله ونشكره على كل حال. وهذا الجبال مثل ما تقول دليل على الواحد يضيع، الجبل هذا دليل، حط جبل بجبل قال هاي منطقة الفلانية، الجبل الفلاني مقابل الجبل الفلاني قال هاي منطقة الفلانية، الجبل راسيات وتدة نياشين للناس، وهذا الله سبحانه وتعالى كرمنا فيها. بجبالها وشواطئها شكلت لأرضها حصناً منيعاً يحتمي به المسافر ويؤمن لسكانه الحياة الكريمة، فهي رواسي الله التي أنعم بها على الإنسان لتصبح جزءاً من حياته يشاطرها تفاصيل حياته. طبعاً كانت الطريق شاق جداً يعني، لكن التواصل موجود، التواصل موجود، نتزاوج من منطقة لمنطقة موجود الزواج. كان إذا أشخاص بيروحوا مسيرين لناس، طبعاً ماشي أول سيائر قديم زمان على الكرم والحمير والجمال، فمثل من اللؤلؤية للفجيرة طبعاً مسافة طريق وعرة، ممكن أنا أطلع بالفير في منطقة اسمها طويل عيوز في الفجيرة يقعدوا الظهر، هذا بيروح الساحل على قولة الشارقة. إذا بتروح من طويل عيوز من الفجيرة لين المسافة هذه تكمل يوم، لازم تنام في المسافة هذا يوم، طبعا وقت متعب وطريق وعر وطريق غير آمن، يعني نيت قطعين طرق، نيت الحيوانات المفترسة ما تعرف، يعني لازم تروح بنهار بالليل تبيت، تنام في المسافة. الصبح وين؟ طوي راشد اللي هي بالذيد في منطقة اسمها طوي راشد على طريق الفلي المعلى، فهناك بيته. اليوم الثالث هم إن شاء الله بالشارقة، فهذا تنقل الناس الأهالي الأول اللي يروح يجيبوا بضاعة، اللي بيشيل بضاعة يبيعها، اللي مثل اللي بيروح المنطقة البديات كله على حمير، دبا على حمير، كلبة على حمير، اللي ما عنده حمار ياخذ من أخوه يسلف، يا اخي لو سمحت ابي حمارك، قال فالك طيب الحمار موجود،
ياخذ حماره يوم يومين ان شاء الله وراجع، ما عنده حاجه يمشي بيها، اللي ما عنده شيء مو النهايه مشي، يمشي يوم كامل من هنا لكلبه، يوم كامل مشي لكلبه، يوم كامل لدبه 36 كيلو ومن 36 كيلو يوم كامل، الحين 10 دقائق انت بالفجيره. هذه كلها نعمه من الله سبحانه وتعالى. منو سخرها لنا؟ الله. فثم منو سهل امورنا ورتب لنا الشوارع كلها قار، خطوط سريعه، نعمه هاي كلها الحكومه الحمد لله جزاهم الله خير. بعد إن كانت الخطوات تتعثر بين صخورها وتتأرجح قصصهم بين طيات سهولها، أصبحت الطرق أسهل والحياة كريمة، لتبقى تلك الرواسي علامة ممتدة من الماضي إلى حاضرنا هذا، لتشيد بقوة وعزم أهل هذا المكان. طال عمرش الفرق بين المزارع قريبة الجبل، فرق بين المزارع قريبة البحر، اللي قريب البحر تعبان شوي، وما من ناحية الماء لأن هوا البحر في ملوحة يقضي شوي عن الزرع. الناس قامت تهرب من قريب البحر تروح للجبل، الجبل يجي حار سموم، ولا نيت للرطب النخل هي أشكل وأحلى، اني تحت عند البحر الرطب يصير مالح ملوحه فيه، والبحر هنا الناس هو فائدته كثيره، سكان بالقيض ايو يقيضوا على البحر ما يقدروا يزرعوا، ان زرعوا ما حصلوا سكن، مثل ما اقول رحله الشتاء والصيف، فالصيف يو على البحر وبالشتاء يروح عند الجبال، وهذه هي قصه البحر مع الجبل.